السلام عليكم. انت خدام دروب شيبينغ، خدام فيسبوك ادز ولا تيك توك ولا سناب شات ولا ما خدامش جوجل شوبين، راك كتضيع راسك وكتضيع بزاف ديال الفلوس. هادي ودا من عندي، راك كتضيع بزاف ديال الفلوس. انا غنقول لك علاش، تبع معايا حتى الاخر، حل معايا وديك مزيان وغتعرف اليوم علاش جوجل شوبين وعلاش ضروري تعلم جوجل شوبين وعلاش ضروري خصك تكون كتقن جوجل شوبين. دونك انت كدروب شيبر ومن طون غادي نحاول نعطي تقريب ولا واحد الكومباريزون بين فيسبوك ادز وجوجل شوبين باش ديما تبقى تقارن وتعرف شنو كاين. الو، انت كدروب شيبر لوبجيكتيف ديالك واحد دخل فلوس، جوج وانك تبني شي حاجه، تبني واحد البراند ولا تبني واحد البيزنس ولا ورايفر. دونك فهاد الخدمه هادي، فاش فهاد البروسيس ديال انك غتكون كتبويلدي، خصك تعرف ان راه ما يمكنش تطلع براند ولا ما يمكنش يعني تبني شي حاجه فيسبوك بوحدو. فيسبوك عنده واحد البوتونسييل كبير وعنده ولكن بوحدو لا. هادي ديون بار دوتر بار، انت ملي كتكون كتخسر فلوس في فيسبوك راه ما كتخسرهمش غير هادوك السيلز اللي كيجيو، راه كتخسرهم. انت سبانديتي مثلا افترضوا 1000 دولار في الادز، جابت لك 2000 دولار، راه ماشي هذيك 2000 دولار هي اللي كاينه، لا راه جابت لك حوايج اخرى. راه بزاف ديال الناس ولاو عرفوا البرودوي ديالك، عرفوا لا مارك ديالك، عرفوا شحال من حاجه. دونك انت غادي خصك تستغل داكشي الاخر اللي عندك، راه عندك واحد بوتونسييل اخر خصك تستغلو مزيان. الوغ باش ندخل لكم في صلب الموضوع، القضية وما فيها، لقيت انني هضرت بزاف في جوجل شوبين بلا ما نهضر اصلا علاش جوجل شوبين، علاش خصك تخدم جوجل شوبين. واصلا الاغلبيه ديال الفولورز ديالي، لقيت بزاف، ماشي الاغلبيه، بزاف خدامين فيسبوك وما عندهمش علم بجوجل شوبين. واليوم تلاقيت واحد الدري عنده جوج ديال البراندز وكيحاول يوقفو فيسبوك بوحدو. دونك فاش رجعت لي فيديو ديالي، لقيت فريم ما دايرش فيديو على شنو هو جوجل شوبين وعلاش جوجل شوبين. دونك غنبدا الفرق بين فيسبوك وجوجل شوبين. اول فرق اللي هو معروف، فيسبوك انت كتمشي عند الكلاينتس، عندك برودوي كتقادلو واحد الفيديو، كتحاول تمشي تقنع به الكلاينتس ديالك، تماركتي لهم داك البرودوي، تقنعهم باش يشريو من عندك. هذا كخدام فيسبوك. جوجل لاكس، جوجل الناس نهضر على جوجل شوبين سبيسيال، الناس ما عارفين البرودوي مقتنعين به وكيقلبوا عليه، ملي كيقلبوا عليه في جوجل شوبين كيلقاوك نتايا. دونك راه هذا النوع ديال الكاستمر، هذا النوع ديال الكاستمر ماشي بحال كاع، وكاين فرق كبير لا في الخدمه لا في كل شيء. وراك خدام دروب شيبين، خدام دروب شيبين، ولكن المايند سيت وكل شيء مبدل على واحد خدام فيسبوك ادز وواحد اخر خدام بجوجل شوبين. بيان سور ملي كنهضروا على فيسبوك ادز، فاش كنقول فيسبوك ادز انا كنقصد معاه تيك توك ادز، سناب شات ادز، يعني اي بلاتفورم بحال هكا كتمشي كتطلع عند الكاستمرز. هذا ديون با. ملي كنهضر على جوجل شوبين راه قاصد معاه مثلا بينك شوبين كذا الى اخره. دونك هادي اول حاجه اللي خص بنادم يكون عارفها، سي كو الطريقه باش كتماركيتي البروداكت مختلفه. واحد ثانيا، في جوجل شوبين هو داير بحال نقدروا نقولوا بحال اي باي وامازون ولا غير، يعني انت كتمشي كتطلع عند الكاستمرز، الكاستمرز كيقلب عليك، انت كتطلع لهم داك البرودوي ديالك لانه هو ديجا محتاج وكيقلب عليه، كتطلع لهم داك البرودوي. اوكي حتى لهنا مزيان. الا جينا نشوفوا هادشي، دونك راه فيسبوك ما يمكنش تخدم عاوتاني ماركتين وتبقى خدام غير جوجل شوبين بلا فيسبوك، ضروري فيسبوك كما ضروري جوجل شوبين. انا جايك مثلا الفرق بيناتهم، وتا علاش انا سويتشيت مثلا من جوجل شوبين، علاش ما سويتشيت من فيسبوك تسد جوجل شوبين. غادي نعاود ليستوار ديالي والراي ديالي، وكيبقى راي ديالي ماشي صحيح ماشي غلط، كيبقى غير راي وصل. دونك انا ملي كنت خدام فيسبوك، من اكثر الحوايج اللي ما عجبونيش فيسبوك هو ان فيسبوك على عكس جوجل شوبين ما فيهش لوجيك. فيسبوك ما فيهش لوجيك، شنو هي ما فيهش لوجيك؟ مثلا انت عندك وينر خدام لك مزيان، كتلقاو في بي ام اخر ما كيبقاش خدام، كتعطيه الدري صعب كيتلقاو بنفس لي زانتيريست بنفس البادجيت
بنفس الفيديو بنفس الاد كوبي بنفس كل شيء ما كيخدمليش. علاش؟ المهم داخلين فيها بزاف ديال لي بارامتر ما كنسمي انا داك لي بارامتر كاملين كنسميهم ما فيهش اللوجيك. هذه واحد. ثاني حاجه كتكون خدام عليك ما بيك باق كيتسد لكم طق كيقلع. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه فيسبوك شنو هو؟ كيكون ورا اللور وعندو يعني الكونترول. انت ما كتعرفش اكزاكتومون شنو كيوقع. وي تقول لي كنعرف كذا كذا، لا ما تعرفش شنو كيوقع. علاش؟ لانك انت طلقتي كومبين، هذا هو راه عنده الداتا، عنده الناس وكيشوف نتايا لمن غادي يطلعك، يطلعك لهاد الناس، يطلعك لهاد الناس. يعني الامور ما كتكونش واضحه. يقدر يطلعك لوحدين مثلا ما كيشريوش، كما يقدر يطلعك لوحدين كيشريو. واخا هي تقول لي انا راه درت ليه ديزانتيريت، انت ما عرفتيش شنو كيوقع له، فهمتي؟ هادشي علاش كيوقع اصلا دوك الاختلافات ديال. على عكس جوجل شوبين لا، نعطيك جوجل شوبين مثلا انا عندي وينر، نعطيك داك الوينر غيخدم لك ما فيهاش شك، فهمتي؟ يعني نحيد انا داك الاخر، نطلقو مثلا في كونت اخر غيخدم سيرمون بلا شك بلا والو. هذه الاولى. الحاجه الثانيه، طلقت الادس في جوجل شوبين، غنمشي غندير اي بي مثلا، انا خدام جوجل شوبين في امريكا، غادي نقلب على داك الكيورد، على التايتل، غير التايتل مثلا ديال داك البرودوي نقلب عليه في جوجل شوبين، غيطلع لي الادس ديالي. دونك اي واحد قلب بداك الكيورد ولا كتب داك الحاجه، دوك الكيوردز اللي انت طالع فيهم غادي يطلع لهم الادس ديالك. على الحاجه الثانيه، دونك نتايا راك فاش كتكون طالق الادس عارف ليش طالق الادس، اذا مشى لك دولار كتعرفوا فين مشى، فهمتي؟ على عكس فيسبوك. هذه الحاجه الثانيه اللي مزيانه في جوجل شوبين. الحاجه الثالثه واللي هي بيان سور هذا فرق عاوتاني بين فيسبوك وجوجل شوبين، هو ان فيسبوك كتخلصوا على لي زامبريسيون، يعني تخلصوا على شحال من واحد شاف الادز ديالك. يعني فوا غيطلعهم للناس، غيشافوا الادز، كليكاو ما كليكاو، شراو ما شراوش، ماشي سوق هو، غتخلصوا طلعوا 1000 واحد شافوا 1000 واحد سبام طاق جاتك قدا وقدا، غتحدك الفلوس، فهمتي؟ سواء كانوا مهتمين ما مهتمينش، هو ماشي سوق في هذا الشيء. جوجل شوبين لا، العكس، كيشوفوا شحال ما شاف داك الادز ديالك، شحال ما شافوا من واحد ما سوقوش، كيمشي الامبريشنز. وعلاش كتخلصوا على الكليك؟ يعني كانت الكليك ساويه قد القد كتجي كتخلص، جات كليك هالكليك شحال باش داير، شحال انت باش مبيدي، دونك غادي تخلص داك الثمن. اوكي، هذا فرق. من الفروقات الاخرين ولا من الحوايج الاخرين اللي مختلفه بين فيسبوك وجوجل شوبين، وما دوم الحوايج اللي فريمون خلوني انا نعرف شويه من فيسبوك، هو ان فيسبوك اون فوا كتكون مثلا خدام عليك ما بيك كلشي بخير، ما خالفتي حتى شي حاجه، ما درتي حتى شي حاجه زعما مخالفه البوليسي ديالهم، شويه كيتسد الاكونت، كيتريستريكتا، كتمشي لاباج، كتسد البروفايل، كيتريستريكتا الادز، الى اخره. انتم راكم عارفين المشاكل ديال فيسبوك هكا بدون سبب، يعني ما انت مالك ما بيك تسد لك، ما نعرف علاش. جوجل شوبين لا، العكس، جوجل شوبين على عكس، وفيسبوك عاوتاني ساهل شويه في الكرياسيون، موجودين الاكونت كتشريهم رخاص الى اخره، هذا افونتاج عند فيسبوك. جوجل شوبين الاول ديالو اللي صعيب باش تكري الاكونت، اون فوا كيكون عندك اكونت ناضي واقف في جي ام سي مع جوجل ادز ديالو، صافي راه ما غاديش يتسد لك الا درتي علاش، غدير علاش غيتسد. و افونتاج اخر اللي في جوجل على فيسبوك هو السيبورت، يعني راكم عارفين السيبورت ديال فيسبوك، المهم بلا ما نهضروا عليه. على عكس جوجل كتهضر معاهم كتشرح لهم عندك مشكل، وقع لك شي حاجه ماشي هي هذيك، وقع لك شي بلان ماشي هو هذا، كتشرح لهم كيردوا لك الاكونت ديالك ولا كيحلوه معاك ولا كاع يعطيوك اكسبير يشوف معاك الادس ديالك ولا الى اخره. دونك هذا افونتاج. من لي زافونتاج الاخرين، غنعطيكم واحد لافونتاج كبير كاين في جوجل شوبين على فيسبوك، سي كو فيسبوك دابا ما كاينش شي بيزنس ما خدامش فيسبوك، راه مول الحانوت دابا التالي هنايا راه خدام فيسبوك، كلشي خدام فيسبوك. اولا المدى السهوله ديال انك تدخل ليه، ثانيا يعني هو
اللي قديم وهو اللي شائع، يعني فيسبوك ادز كلشي خدام فيسبوك ادز، ما كاينش شي براند، ما كاينش شي بيزنس، ما كاينش شي واحد ما خدامش فيسبوك ادز. على عكس جوجل شوبين، جوجل شوبين لا العكس، مثلا نهضروا في اليو اس كاع اللي هي الطوب، وهذا قليل اللي خدام جوجل شوبين. براندز كبار، شركات كبار، مازال ما دخلوش جوجل شوبين، وهذه هي الهوته اللي باقيه في جوجل شوبين. سيكو مازال بزاف ديال الكبار ما دخلوش جوجل شوبين، مازال ما خدامينش جوجل شوبين. واكثر من ذلك، نفترضوا مثلا ناخذوا حنا شركه كبيره، مثلا نفترضوا وريفر شي شركه، المهم كبيره، شي نايكي، شي ابل، شي ما نعرف شنو، غادي تدخل معاهم، تدخل مثلا معاهم في كومبيتيسيون في فيسبوك، ما غاديمش معاهم، وما بالثمن باش غيبيدي وكذا الى اخره، ما غاديش تضيم معاهم. دخل معاهم في اي برودوي، دخل معاهم في كومبيتيسيون مثلا شي حاجه، ما غاديش تضيم معاهم، لانهم داخلين بواحد البادجيت كبير وقدام في الادفرتايزين بهاد البلاتفورم. زعما دخل معاهم في كومبيتيسيون بجوجل شوبين غادي تغلبهم. انا نشرح لك علاش غادي، علاش دروب شيبر كيغلب براند ولا واحد الشركه كبيره في جوجل شوبين وما يقدروش على الدروب شيبرز. لان هما ملي كتمشيو يخدموا جوجل شوبين بيان سور كيطلقوا كاع لي برودوي ديالهم، كيطلقوا في جوجل شوبين باش كيطلعوا تما، دونك ما كيعطيوش داك، ما كيركزوش على كل برودوي اوبتيميزيوه، فهمتي، كوم الفو، يعطيو البيد اللي خصو، البادجيت اللي خصو يحطوه في كومبين ديالو بوحده. لا هما خدامين كيديروا مثلا كومبين، مثلا لواحد الكوليكسيون كومبين، واحد الكوليكسيون كومبين، واحد الكوليكسيون. انت مثلا تحتي في كومبيتيسيون ما نعرف شي حاجه مع شي شركه كبيره، انت هما عندهم واحد ديبارتمون بحال هكا خدام داك المسائل وهذا، ولكن ما عطيش لكل حاجه، راه شحال تلقى عندهم مثلا واحد 200 300 برودوي، راه خدامين داكشي كامل. على عكس مثلا دروب شيبر كيشد داك البرودوي بوحدو، كيعطيك كومبين ديالو بوحدو، البيد مزيان، البادجيت مزيان، كي اوبتيميزي، كيحيد الكيوردز اللي ما خصوش يطلع فيهم، الكيوردز اللي مزيان فيهم كيقادوهم، السي تي ار مزيان، المسائل كامله مزيانه. ملي كيدير هادشي هذا الدروب شيبر، جوجل ولا الالغوريثم ديال جوجل اوتوماتيكمون كيطلعوا على الاخر، على ديك البراند ولا ديك الشركه ولا وريفر. دونك تما كتلقى دروب شيبر عنده واحد البوا، ولا عنده واحد البوان فور على الشركات والبراندز الاخرين، لانه ما كيخدموا داكشي بالك. دونك هذا دون بار. من الحوايج اخرى اللي هي اساسيه علاش قلبت من فيسبوك ادز لجوجل شوبين، فيسبوك ادز كاملين عارفين كتكون خدام كتستي 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 كتستي، حتى كتلقى واحد الوينين برودكت، كتلقى هاد الوينين برودكت كتشدو كتسكيلي تو ذا مون، بيان سور كتبقى ناقص 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 ناقص، كتلقى الوينين برودكت باق تو ذا مون، واحد الشهر ولا واحد شهرين ولا شهر ونص ديال السكيلين كيموت البرودوي. ارانا تيست 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 تيست، جينيرالمون هادي هي الخدمة ديال الأغلبية، وهادي هي الخدمة اللي كنت أنا كندير، يعني باش ما نهضر على راسي، هادي هي الخدمة اللي أنا كنت كندير. الا غاو تن كاين شي واحد اخر كيدير خدمه اخرى الله يسهل عليه زعما، ولكن هذه الخدمه اللي كنعرف اغلبيه كيديروا. جوجل شوبين مزيان في هذه القضيه، علاش؟ لانك كتبقى تيستي كتلقى واحد الوين برودكت. اولا وين برودكت في جوجل شوبين كيطول ديوري دي ديالو كبيره على فيسبوك ادز، يعني كتلقى مثلا وين برودكت في جوجل شوبين كتلقى كيضرب لك مثلا 3 مونس كيمشي حتى على حسب خلاص اش من كاتيجوري هو، ما كتلقاهم كيطولوا مثلا كيضرب لك حتى 6 شهور 7 شهور 8 شهور كيوصلوا. كاين اللي كتخدم عليه مثلا كيكون مثلا برودكت اللي هو سيزونيير، كتخدم عليه هاد لا سيزون كدوز ديك لا سيزون كتمشي حتى العام الجاي كتخدم عليه ديك لا سيزون، ولا كيكون مثلا كيحل شي مشكل ولا شي حاجه كتخدم عليه ديك الوقيته كتمشي عاوتاني حتى ديك الوقيته اخرى كتعاود تخدم عليه وزيد عليها. ما كيكونش فيه بزاف، ماشي بحال فيسبوك فيه بزاف ديال الخدمه على جوجل شوبين اصابوار، يعني مثلا انت لقيتي وين برودكت خصك كرياتيف تبدل هذا الكرياتيف تبدل هذه تامبنيل اد كوبي المسائل. جوجل لا، جوجل شوبين ناكس، جوجل شوبين صافي غير كتاجوتي في ستور صافي سالات الخدمه، خصك غير توبتيميزيه، اون فوا كتوبتيميزيه كتريكل المسائل ديالك مزيان، كومبين مطلوقه
الكيوردز ناضيين وصلتي للفيديو البادجيت اللي خصو كترجع للور وتفرج في السيلز داخلي هما غاديين 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 كيدخلوا تلقى مره مره كيهبط شويه كينقصوا السيلز ولا كيجيو كومبيتيتورز كيطيحوا لك شويه البرايس ولا شي بلان شويه عاوتاني وكترجع الامور كما هي وانت غادي كتلقى راسك مثلا برودوي ولا مثلا كتلقى شي برودوي الا كنتي عاوتاني نزق كتخدم عليه كتخدم عليه كتساتوري داك البرودوي كتشد فيه ومثلا كتدخل فيه بواحد 3 ولا 4 البيزنيسز كتساتوريه اي واحد جا كيشوفو كيبقى فيه كومبيتيسيون كيرجع للور كتبقى انت تما كتاكل حتى الى اجل مسمى دونك هذا من جهه من الحوايج يعني الاخرى اللي غادي نقول لكم فرق جينيرال محاول دابا لي حتى الان نعطيكم زعما لي زافونتاج ديال جوجل شوبين على لاخر مي كاين دي زافونتاج عند فيسبوك على جوجل شوبين كاين دي زافونتاج كثار مي غادي دابا انا جاي نقول لك علاش جوجل شوبين لان غنفترض انك انت راك ديجا خدام فيسبوك ادز وكنهضر معاك دابا علاش جوجل شوبين كنحاول نقنعك اما كاين عاوتاني نقاط اخرى اللي مزيان فيها فيسبوك ادز على جوجل شوبين كاين نقاط كثيره من الحوايج الاخرى اللي مزيانه علاش جوجل شوبين دابا غنسولك انت يا خدام فيسبوك ادز شحال عندك الكونفيرجن ريت مثلا غتكون عندك 2% 3% 5% اوكي سيدي حنا نقولوا انت ناضي عندك 5% كونفيرجن ريت شنو هي 5% كونفيرجن ريت يعني دخلوا دخل 100 واحد للستور ديالك 5 شراو 95 اخرى شنو وقع لهم انت راك طلقتي الادسوال البرودوي مشيتي طلقتي لواحد الناس اللي مهتمين به قنعتيهم بداك البرودوي قنعتيهم بداك الفيديو ديالك دخلوا كليكاو على لو ليان باش يشريو دخل للستور ديالك بقى كيتسارى فيه شويه 95 واحد خرجات وخمسة بقى ولا كتلقى مثلا 2% 2 شراو و98 واحد خرجات فين مشات ديك 98 مشات كتقلب على داك البرودوي في قنت اخر وانا غادي نجي من بعد نشرح لك سيكولوجيكمون علاش شراو عندك الاخر وما شراوش علاش مشاو كيقلبوا عنده عليه على عند واحد اخر دونك ما عليناش مشاو كيقلبوا في بلاصه اخرى غالبا فين كيكونوا كيقلبوا تلقاهم كيقلبوا في امازون تلقاهم كيقلبوا في جوجل فاش كيطابي في جوجل شنو كيلقى تما كيلقى دروب شيبر الاخر اللي هو خدام جوجل شوبين حاطو تما و بير اونكور غادي تلقى داك الدروب شيبر اللي هو خدام جوجل شوبين عارفك مثلا انت راك مسكيلي هذا البرودوي فيسبوك ادز غنمشي غنحطو بديك السميه اللي انت حاطه حطو باي سميه بغيتي مثلا طوموبيل كتب فيها انت سميها بيكالا وبديت تبيعها لهم تما على اساس بيكالا غنحط ديك الطوموبيل ونسميها بيكالا وغادي يدخلوا غير فاش يقلبوا بيكالا غيلقاو ديك الطوموبيل وغيشريوها فهمتي هنايا كاين القلب دونك نتايا فاش كتكون خدام فيسبوك ادز وما خدامش مع جوجل شوبين خاصه اللي كيبويلدي شي حاجه ولا كيبويلدي براند هنايا فهاد البوان هذا كيضيع بزاف الكاستمرز علاش لانك انت كتبيع واحد البرودوي كيف ما كان هاد البرودوي اللي كتبراندي راه كاينين وحدين اخرين بيزنس اخرين اللي عندهم برودوي بحالو ولا كيدير نفس الخدمه ولا شي حاجه يعني انت مثلا ملي مشيتي قنعتي هاد الناس بالبرودوي ديالك وماركتيتي ليه مزيان ودرتي ليه ودرتي ليه ما تخليش داك الكاستمر يضيع لك ويمشي مثلا ويمشي ياخذ برودوي عند شي واحد اخر انت لان غيمشي غيقلبوا عليه في جوجل غادي يقلبوا عليه في بلايص اخرى انت دوك البلايص خصك تكون فيهم الا ما كنتيش فيهم راك ضيعتي بزاف ديال الكاستمرز وبزاف ديال البراندز كيلاحظوا ان مثلا خدامين مثلا غير فيسبوك انا هادي شتا اكزامبل شتو قدام عيني واحد واحد ماركتير كبير كان خدام غير فيسبوك ملي زاد عليه جوجل شوبين الاخر السيلز ديالو نقدروا نقولوا مثلا كان كيدير 100% ولا كيدير 170% يعني تزادوا ب 70% باش تزاد الشيفر دافير ديالو راه تقريبا بحال نقولوا هكا الدوبل الشيفر دافير ديالك وبالعكس عاد راك كتزيد كلاينتس اخرين ابار هذوك الكلاينتس اللي مشاو كيقلبوا تما راك عاوتاني كتزيد كتماركتي البرودوي ديالك الا كان كيحل مشكل ولا الا كان يعني يمكن يتماركتا بجوجل شوبين راك كتجيب عاوتاني كلاينتس اخرين جداد هذا من جهه من جهه اخرى علاش الا كنتي خدام فيسبوك ادز ولا براند فيسبوك ادز علاش ضروري غادي خصك جوجل شوبين لانك انت خدام فيسبوك ادز قنعتي واحد الناس دخلوا للستور ديالك دخلوا للستور ديالك دونك داك الكلاينت راه ولا عندك راه عندك الداتا ديالو راه دخل عندك في البيكسل دخل عندك في المسائل ديالو
دونك ملي كتجي تعاود تطلق ليه في جوجل شوبين كتعاود تطلق ليه الريماركتين اللي هو الريتارغيتين ديال فيسبوك فاش كتعاود تطلق ليه الريماركتين كتولي تطلع عنده في بزاف ديال البلايص. هو راه شافك مثلا فيسبوك خرج يلعب مثلا شي جو لقاك تما لقى البرودوي ديالك تما او كيفاش هذا يعني هو خلاك فيسبوك وشاف كيف فيسبوك حتى كيلقى راسو راه عاوتاني راك تابعو في شي ابليكاسيون راك تابعو مثلا دخل يقرا شي مثلا دخل يقرا شي ارتيكل ولا شي حاجه ولا شي سيت دخل شي سيت فيه ادسنس مسائل غادي يلقاك تما. دخل ليوتيوب مشى التلفازه ديالو هاد التلفازه ديالو مشى يتفرج في يوتيوب غادي يلقاك تما. مشى مثلا جيمايل دخل الجيمايل ديالو غيلقاك تما. يعني راه كتولي فريمون خدام براندين ديال بصح راه كتولي البراند ديالك والسميه ديالك معروفه فين ما مشيتي. هادشي علاش كنقول لك انت كدروب شيبر ولا كماركتر ما تقوليش تقن فيسبوك وصافي راك كتشيفري مزيان فيسبوك ورجعتي للور نيستي. غلط كبير هذا كيديروه بزاف ديال الدراري. بالعكس خصك ضروري مثلا كنتي تقن فيسبوك راه اوتوماتيكمون راه غادي تعرف تطلق الادز في تيك توك غتعرف تطلق الادز مثلا في سناب شات غير خصك واحد شويه باش تفهم عاوتاني داك الالغوريتم وتقنو هذا الى اخره. مي غتعرف تطلق الادز غتعرف سي بي ام مسائل الى اخره هادشي كامل تعرفو ولكن ما غاديش تعرف تطلق الادز في جوجل شوب الى ما مشيتي تعلمتي عاوتاني. علاش؟ لان هادي واحد بلاتفورم ادفرتايزين واحد الطريقه الادفرتايزين اصلا اخرى مبدله عليها. دونك الى ما مشيتي خدمتي فيها وقصتي فيها وخربقتي فيها ما غاديش تعرف هادشي. اوكي هذا من جهه نتمنى ما نكونش شي حاجه ومن فهادشي دابا اللي قلت ديال البراندين والمسائل. من الحوايج الاخرى انا علاش كيعجبني جوجل شوبين في ديك الهضره الاولى اللي قلت ديال ان جوجل شوبين لوجيك على فيسبوك ادز. نسيت ما شرحتش مزيان وما شرحتش واحد النقطه هذا الفرق اخر هو برودكت ريسيرش. كتكون كدير برودكت ريسيرش في فيسبوك مزيان كيبان لك مثلا واحد مثلا لقيتي واحد البرودوي غادي تيستيه انت كتيستيه انت وراسك عارف ان يعني بزار وصافي راك هي تيستيتي شفتي مثلا شفتي الداتا ديالو شفتي كدا لقيتي مثلا خدام عند شي واحد ولا ما نعرف منين جبتيه. مي راك فاش كتيستيه كتبقى كتقول نسبه كتكون عندك قليله ديال انه راه واش غيخدم ولا ما غاديش يخدم. على عكس جوجل شوبين جوجل شوبين الا درتي برودكت ريسيرش على حقه وطريقه راه تقدر توصل لواحد ما غاديش نقول لك اليقين ما غاديش نقول لك 100% واحد البورسنتاج كبير ديال كتشوف برودوي كتقول هذا وينر غالبا كيطلع هو غالبا كيطلع هو. علاش؟ شتي البرودوي مثلا قلبتي في المين كي وورد ديالو لقيتي مثلا هما دول المين كي ووردز ديالو شفتي كل واحد شحال عليه في السيرش مثلا هذا عليه قدام قدام في السيرش مثلا لقيتي راه الناس كتقلب على هذا البرودوي اكتويلمون الناس كتقلب عليه. مشيتي شفتي الترند مثلا لقيتي طالع في الترندين يعني الناس باغيه البرودوي كتقلب عليه برودوي طالع. اوكي مشيتي شفتي الكومبيتيسيون طان 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 كومبيتيسيون ما كايناش كومبيتيسيون شنو غادي تمشي تشوف اخر غادي تشوف بيان سور البرايس وكذا تشوف شنو هو البرايس اللي غدير والمسائل شي حاجه اللي تكون مناسبه غتقلب على دوك الكيوردز تشوف السي بي سي شحال داير فيهم وغضرب حسابك يعني دير مثلا واحد الافيريج ديال كونفرجن ريت مثلا نقولوا حنا 2% دونك على كل 50 واحد دخل راه غيشري عندك واحد 50 واحد دخل غادي تحسب ديك 50 كليك غتشوف مثلا داك السي بي سي الافريج هادو غير تقدير وصافي. تشوف مثلا التقدير ديال السي بي سي شحال عندك مثلا افترضوا السي بي سي فيه مثلا 0.2 عندك الكونفرجن ريت ميته مثلا 2% دونك 50 غادي دير 0.2 شحال تجيك مثلا تجيك 50 0.2 وقيلا اللي كيعرف يحسب يحسب ما عليناش غادي تضرب داك الحساب تعرف ها الا دخلوا عندك 50 واحد كيشري عندك واحد انت عارف عارف الكليك شحال بقيومه عليك دونك عارف ديك 50 مثلا فوا داك السي بي سي شحال غيشري شحال باش غيشريو عندك سا مارش. دونك شنو غادي يبقى لك غادي توكل على الله. السي بي بي راه عرفتي دابا شحال كوست بير بيرتشيز غادي تشوف انت شحال باش كتشيبي مع شحال باش غادي تبيعو غادي يبان لك الفرق غادي تعرف راسك رابح ولا ما رابحش. من التالي عملية حسابية بسيطة الا كنتي مثلا داير نفترضو مثلا داير
جاك الكوست بير كليك 0.5 ودرتي مثلا كونفيرجن ريت 2% راه ما مخرجاكش راه $25 هذاك السي بي بي. شوف انت واش عندك لا مارج بروفيت ديال 25% ولا ما عندكش. الا ما عندكش ديال $25 الا ما عندك اكثر من $25 ما تدخلش عليه. عندك 25 دخل عليه مثلا عاوتاني كانت عندك كونفيرجن ريت 4% انت نقصتي راه ولات مثلا السي بي بي غيتقام عليك غير بطق شي 12 شونس دولار. وجينيرالمون كوست بير بيرتشيز جوجل شوبين هابط بزاف مقارنه بفيسبوك ادز. هادو الحوايج اخرى اللي كتعجبني فيسبوك ادز هذا بيان سور كنهضر دابا في اليو اس باش كنجيو كنهضروا على اليو اس على جوجل شوبين. كاين اللي كيجيب السيل ب $2 كاين اللي كيجيب $5 كاين اللي كيجيب $7 كاين اللي كيجيب $15 على عكس فيسبوك ادز راه كتسمع في اليو اس غير $15 $20 $12. اما داك 5 و 7 وداك الشيء هذاك الشيء ولا غير اشاعه تقريبا. كاين اللي غيجيبو ماشي ما كاينش كاين اللي غيجيب هاد النمبرز ولكن صعيب اكتوال. دونك هاد الشيء علاش مازال. ومن الحوايج الاخرى بيان سور كاين عاوتاني سكيلين. كاين بعض المرات كتلقى برودوي طالع في التريندين وسكيلبل كتسكيلي البيج نمبرز ولكن الاغلبيه ديال لي برودوي في جوجل شوبين ما كتلقاهم سكيلبل بحال فيسبوك لان فيسبوك انت غادي كتطلع عند عباد الله. ومن الحوايج الاخرى مقارنه الاخرين باش نسالي هذا الشيء علاش جوجل شوبين. من الحوايج الاخرى اللي علاش جوجل شوبين هي واحد ليكزومبل اللي كنعطيه ديما. تخيل معايا نتايا مثلا خصك ايربودز نقولوا كنتي غادي في الطريق وجا عندك واحد خونا بحال هكا راك عارف هذوك خوتنا كيجي. المهم كنتي غادي في الطريق ما نعرف وجا عندك واحد خونا قال لك خويا راه واحد ايربودز هما عندي مثلا كذا كذا ثمن مزيان خليهم لك اخويا ب 1000 درهم ولا 1500 درهم ولا ورابع. شنو غدير؟ غتهرب منه لان هذه الطبيعه ديالنا حنايا كبشر. شتي جا عندك كتهرب منه غيبقى عليك يقنعك من هنا من اللي غتهرب منه. ومورا ما غتهرب منه غتمشي وغتضرب الدوره وغادي تدخل لواحد المحل مشيتي ليه برجليك مشيتي عنده نتايا اللي انت اختاريتيه بان لك هكا ومشيتي عنده وغادي تقول له عطيني ايربودز غادي يجيب لك خو هذوك اللي جاب لك خونا. غتسولو على الثمن غيقول لك 2000 درهم وغادي تحدك 2000 درهم وانت فرحان. على عكس الاخر اللي قال لك 1000 درهم وما غاديش تخلصها. هكا داير البشر هكا طبيعة البشر. حتى في جوجل شوبين وفيسبوك ادز انت اللي مشيتي طلعتي عندو انت اللي مشيتي كتقلب عليه ومشيتي كتحاول تقنعو وتماركيتي ليه البرودوي وكذا. هو اون فوا كيشوف داك الماركتين راه كيبدا واحد الداخل ديالو كيخرج واحد الحاجز وواحد التخوف كيهرب منك. على عكس جوجل شوبين هو عندو واحد المشكل كيقلب عليه طن كيشري كيدخل بثقة حيت هو اللي جاب رجليه ماشي انت اللي جبتيه رجليه اللي جابوه. دونك هذا هو الفرق. يعني ملي كيجي كاستمر باش يشري عندك في جوجل شوبين كيجي اولا مقتنع بالبرودوي يعني البرودوي ديجا ماركتي ليه مقتنع به. ثانيا كيكون ديجا صافي عارف البرودوي عارف داكشي اللي خصو يعرف على البرودوي عارفه. شنو كيبقى ليه؟ خصك غير نتايا تعطيه مثلا داكشي اللي هو كيقلب فيه في البرودوي وتعطيه واحد الثقه تكسب الثقه ديالو. هو كيقلب غير على مثلا كيشوف تما واحد البيزنس كيشوف غير واش يعني واش يستاهل نشري عنده ولا كيشوف مثلا واحد جوج ولا ثلاثه كيقول شكون من هادو اللي غادي يكون مزيان صافي دار سيت. هذا مكان نتمنى تكونوا فهمتوا دابا شنو هو الفرق بين جوجل شوبين وفيسبوك ادز. صعب الا كنت خدام فيسبوك ادز ولا جوجل شوبين كتخربق. انت كماركتر خصك تكون كتقنعو خصك تكون عارفهم وباش كتسهل عليك الطريق بزاف. وانتم عارفين هاد القضية مرة كتكون مثلا واحد بلاتفورم سوا طايحة سوا كدا سوا مزيرة فيها القضية سوا ما نعرف كتلقى عندك عاوتاني باب اخر متبقاش ديما معتمد على واحد الباب. تسدلك مثلا اليوم فيسبوك راه عندك جوجل شوبين مكالي وقع لك شي مشكل في جوجل شوبين الا ما غاديش تسدلك بدون سبب. حنا نقولو وقع لك مشكل في جوجل شوبين راه عندك فيسبوك مكالي عليك واحد راه كيكمل الاخر. يعني جا كاستمر من جوجل شوبين راه تعاود تطلق تبعو في فيسبوك بالريتارغيتينغ. جاك من فيسبوك راه كتعاود تبعو عاوتاني في لي بلاتفورم ديال جوجل بالريماركتينغ.
هادشي علاش. والهضره اللي بغيت نقولها هذا كيبقى رايي الشخصي هذا بيان سور مون بازي على حتى شي حاجه. جوجل شوبين انا كيجيني انا هو الفيوتشر علاش؟ لان انتما كتعرفوا امازون وكتطلق الادس في جوجل شوبين، علي اكسبريس وكتطلق الادس في جوجل شوبين، اي باي كيطلق الادس في جوجل شوبين، او واحد شويه فيسبوك يوليو يطلقوا فيه الادس ويجي يطلق حتى هو في جوجل شوبين. هذا مكان وتا الكاستمرز اللي كيشريو فيه كل عام غادي كيطلعوا مقارنه بالعوام اللي فاتوا. كل عام كتشوف مثلا شحال ديال ما عقلتش على الداتا اكزاكت مي ديجا قريتها، كل عام كتشوف شحال ديال الكاستمرز اللي شراو اترافير جوجل شوبين غادي كيتضاعفوا، يعني غادي الناس غادي الاقبال على جوجل شوبين كثر. ومثلا نهضروا في اليو اس، اليو اس ولا عندهم جوجل شوبين شي حاجه عاديه صافي هذاك، ولفوا ولاو كيشي ولاو عليه الاقبال بزاف، ومازال عاد كونتريز اخرين يلاه عاوتاني يلاه كيشريو من جوجل شوبين، يلاه ولاو كيشريو من جوجل شوبين. هذا مكان ما تضيعش الفرصه، ما تضيعش عليك هذه الهوته ديال جوجل شوبين. كنتي خدام فيسبوك مرحبا بك، واخا تعطي غير واحد البارت في الوقت ديالك ولكن تعلموا وزيدوا على البزنس ديالك، لان باش ما تبقاش البزنس ديالك ما بقاش معتمد على رجل وحده، زيد الرجل الثانيه وغتمشي مزيان ان شاء الله. هذا مكان الله يسهل الامور، تهلاو ليا في راسكم، سيو فيديو اخر ان شاء الله، بيس.